بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تسرني هذه المشاركة مع إخواني في هذه القناة المباركة بإذن الله، وأنا أخوكم عبد الله بن صالح من كابو، في الأصل من المنن كباو، من منطقة بوكيت تنجي، وحاليا أعيش في المملكة، وقد هاجر جدي رحمه الله تعالى إلى هناك، وعشنا فيها بفضل الله تعالى. أعمل أستاذا للفقه في جامعة أم القرى. الله جل وعلا يفضل أهل العلم على غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق كما قال أهل العلم، الطريق الذي يوصل للعلم، إما أن يكون طريقا حقيقيا كمن يسير في الشارع إلى الجامعة أو إلى المسجد ليتعلم، ويشمل كذلك الطريق المعنوي وهي الوسيلة التي تؤدي إلى العلم كالقراءة والبحث والحفظ والمدارسة، هذه وسائل توصل إلى العلم، فيدخل صاحبها في هذا الحديث العظيم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وهذا العلم قد يسر الله تعالى أسبابه، فأصبح الإنسان يستطيع أن يتعلم عن طريق القنوات الفضائية التعليمية وعن طريق المواقع، وهذه منة من الله تعالى تستلزم منا أن نشكر، فهنيئا لمن وفقه الله تعالى لطلب العلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. منطقة منن كباو معروفة بتصدير العلماء، هم أهل الرأي وأهل العلم، فحري بنا أن نستغل أوقاتنا في طلب العلم النافع حتى ننهض بأمتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.